نطلب الحق ديال راجلي الله ياخذ فيهم الحق في هذا النار اللي شوطوني فيه، وهو ما كيشوفش اش بغاو عنده دابا، يقول واش بغاو عنده، شوطوني فيه شنو بغاو عنده شنو، علاش هما اللي قتلوه دابا خصني ناخذ الحق دراجلي انايا. مشى شرى الحوايج ولبس حويجاته وخرج مع شكون اللي عيط ليه وداه معاه، كيستغلوه كيديو له فلوس وكيستغلوه كيشردوه في الزنقه ويسمحوا فيه وكيسمحوا فيه في الزنقه وبالعاني وكيديروا عليه وكيمشيو دائما دابا تقتلوه عاد ارتاح. ما عرفتش انا كيوقع، قال لي انا جلستي في القهوه هبط شرى حوايجي ولبسهم وقال لي جلستي في القهوه، وفمني مشي مني عيط ليه لقيت معاه ناس اخرين كيهضروا، قال لي دابا وانا جيت مع العشرة اللي عيط لي قال لي انا جاي صافي تجيو عندي بالليل البوليس، وقالوا لي يلا معايا. تصدمت اخويا تصدمت، ما بغاوش يقولوا لي ديك الساعه البوليس الحقيقه، مع الخمسة الصباح تصدمت مشيت عندهم تمشيت واحد لقيت راجلي ما كاينش. خويا مات بالليل مات اخويا بالليل، عاد قالوا لنا اجي البوليس دقوا عليا مع الخمسة الصباح ما بغاوش يقولوا لي، قالوا لي راه مضروبي في راسو صافي تداوني عندهم، عاد قالوا لي الحقيقه تصدمت ما عرفتش راسي مولف مولفي كيعيطوا لي وكيديوه وما عرفت دابا شنو خرجوا عليه الله ياخذ فيهم الحق في هذا النهار. ما عرفت ما كي هو ما عندوش عداوه مع شي واحد، هو ما كيبغيش يهضر بزاف، هو درويش اي حاجه اللي قال له شي حاجه كيمشي معاه اي حاجه، هو ما حاقد ما فيه حتى شي حاجه داروا عليه. ما عرفتش انا دابا شكون اللي كنطلب انا غير الحق ديالي دابا وحق راجلي، لا قال لك انا داير لهم شي حاجه كقالوها علاش قتلوه يقولوها، علاش كيعيطوا ليه دابا هو ما كيشوفش كيعيطوا ليه كل ليله كل ليله، واخا كيكون في الدار كيعيطوا ليه كيقولوا اجي، واخا كيكون معايا في الدار كيعيطوا ليه كنقول له جلس بحال كيقول لك لا راه صاحبي ها صاحبي مشي عندهم، اللي كيمشي عندهم كيمشي عندهم كيسمحوا فيه، راهم كلشي قلبوا فيه البوليس قال لك راه لقاو الاثر ديال الدم ولقاو كلشي تما، الا كنقتلوا شي واحد يجي يقولها حيت هو راه ما كيشوفش كاني كيشوف بصحته ما نديرش هذا الشيء، كاني بصحته نقول راه هادي هو ما عنده الصحه وغدروه غدروه في داره. خويا انايا كنت ناعس صونا علي مال الدار قال لك اجي خوك راه هو ضربوه شي وحدين وقال لي ساوي راه هو مات يا جي دابا عندنا في السبيطار سيدي عثمان، نط مشيت لعندهم مباشر تخلي راسي كتعملي انا راه يكون مغيب ولا شي حاجه، ملي مشيت دخلت لعندو الله مور لقيتو بصح ميت، تعداو عليه كريساوه حقروه داو له رزقو تحماو فيه خويا رزاونا في خويا اللي يرزيهم في حياتهم، قلت لهم العذاب ضربينه براسو للراسو ما عباش ضربينه للراس، واش بحجره ولا موس ولا طرقه ولا شي حاجه قرعه ولا بال ما عرفناش باش حنا نضربو، ومجي فينو بداك الصاك اللي معلق هنايا تصدرو مجي فينو خانقينو به تمام. ما عرفت اخويا انايا راه ديك السيد اللي مقبض داك الحرامي داك المجرم اللي مقبض راه هو عارف شحال، هو راه قال له الرجال امس شحال كانوا، جاو البوليس راه ما جاو الصباح لقيناهم، انا من جيت لقيتهم شادين واحد قبضوا واحد والاخرين مشاو لعندهم وتقلبوا عليهم راه ما دابا يشدوهم ان شاء الله حيموا مجموعه خمسه ساكن حدا دارو قتلوه فين التاريخ تاع شدهم وقال شي كاميرا تما راه ضروري تكون شي كاميرا تما يا ولا شي حاجه غير عندوش لا عداوه ولا والو، هو بصير ما يقدرش يدير العداوه حيت هو ما تيشوفش بنادم باش يدير مع العداوه، هو راه كلشي عندو عزيز اللي شافو تيتعامل معاه تيتسخرو له تيقول له واش باغي تقطع الشانطي ولا باغي تركب في الطاكسي ولا الطوبيس، ما بغى الناس كيتعاملوا معاه هنايا في هاد المجموعه واحد كلشي كيتعامل معاه، كون عداو فلوس وكون حنا نزيدوهم الفلوس اي ما يقتلوش، كون داو اللي بغاو حوايج ويديوهم لهم ما يقتلوش شوف مالهم اللي ياخذ فيهم الحق، حنا بغينا لهم الحبس يتحكموا بشيء شي عقوبه اللي تكون عبره لواحد اخر ما يبقاش يمشي يقيس بنادم معاق ولا بصير ولا بنادم معذور ولا كبير ولا صغير ولا المهم يمكن بنادم كيما كان ما يخصو شي يمشي يقريسيه ولا يوقف عليه. انا في حي مولاي رشيد مجموعه واحد راه الدنيا شويه نقيه، مجموعه خمسه وهذوك الفقراء تما اللي كاين تعدوا
كاينين ماشي كلشي، كاينين شي مجرمين هما اللي مسخين هاد الحي مولاي رشيد كامل. حوته وحده كتخنط الشوارع، كاينين هنايا العمران سلعتاف ما مشيتي كاين طابو حجر.